السلام عليكم. احنا الان هنتكلم على نوع جديد من المعالجات. المعالجة اللي هنشرح تدريب عليها هو معالجة الديون او الذمم المدينة. بشكل عام الشركات عادة بتكون خلال حياتها ما يسمى ب يعني تحليل للديون او جدول تحليل للديون، بتحدد فيها نسبة الدين المتوقع فقده بناء على عدد الأيام اللي تجاوز فيها هذا الدين تاريخ استحقاقه. وعادة بيكون هذا الرانكس أو ما يسمى بالإيجينج ديتس، هذا بيكون عبارة عن أربع كاتيجوريز أو أربع مجموعات، بيبدأ من 1 أو 0 إلى 30 يوم، من 31 إلى 60، 61 إلى 90، أكثر من 90. الآن هذا النوع أو هذه الطريقة في تحليل الديون، الطريقة بتعتمد على تحديد المدة اللي تجاوز فيها الدين عن التاريخ الملزم بتحصيله. فعشان كده بنشوف إنه في عنا زي ما انتم شايفين الشركة هذه قامت بتعمير أو تحليل الديون بتاعتها. طبعا مبين في عنا مجموعة من الزباين، المبلغ غير المستحق وهنا المبالغ المستحقة. يعني هنا المقصود هدول المبالغ overdue أو تعدى التاريخ الاستحقاق، لكن هذه لسه ما استحقتش. عشان كده من تجربة الشركة شافت إنه، وهذا لا يمكن عمله إلا من خلال يعني مراجعة السنوات السابقة ومعرفة نسبة الديون غير قابلة للتحصيل، أغلب البرمجيات أو البرامج المحاسبية المحوسبة تطلب منك عند تأسيس حسابات شركة جديدة أن تحدد الديون وكيفية تعميرها، تحديد الفترات اللي بعدها يتم احتساب أو تصنيف الدين هذا على أنه هو overdue أكثر من 30 أو أكثر من 60 أو أكثر من 90 أو أكثر من 90. وأيضا من تجربات الشركة بتعرف أنه قديش نسبة المفقود من هذه الديون بناء على عدد الأيام اللي مرت بعد تاريخ الاستحقاق. فإذا تم تحديدها في حسابات الشركة ضمن البرنامج المحوسب، عادة يتم احتسابها آليا. على كل الأحوال شركتنا لقت أنه المبالغ الغير مستحقة ممكن تفقد منها حوالي 3%، لكن المبالغ اللي عدى تاريخ استحقاقها سواء يوم أو 30 يوم متوقع أنه تفقد منها 5%، والمبالغ اللي تعدى تاريخ استحقاقها 31 حتى 60 12%، ومن 61 حتى 90 24، أكثر من 90 يوم 50%. طبعا ممكن الشركة كل سنة أو سنتين تراجع هذه التواريخ أو هذه الأرقام وتحدد وقتيش الدين ممكن يعني يكون 5 أو 12 أو 24، حتى هذه النسب اللي هي النسب المتوقعة أو المقدرة للديون الغير قابلة للتحصيل ممكن تعدلها كل سنة أو سنتين بناء على مراجعة الفعلي. طب تعال نشوف قديش الديون المعدومة المقدرة. طبعا لو أخذنا بالنا هنا نضرب قيمة الديون هذه الغير مستحقة في نسبة الفاقد أو المعدوم المتوقع منها، ونفس الكلام هنا بيساوي هذا اللي هو قيمة الديون مضروبة في النسبة المتوقع فقدها. طبعا ممكن كان نعمل نسخ ونعمل لصق كده. طبعا قيمة الديون الكلية هنا بنعمل مجموع جمع تلقائي وبنجمع هذول مع بعض، طبعا أو ممكن نجمعهم هنا برضو زي كده، وهذا هو عبارة عن إجمالي قيمة الديون المشكوك فيها. الآن بيحكي لي هنا في باقي التمرين، بيقول لي إنه فإذا كان في 31/12 كان رصيد الغير معدل، يعني قصده قبل التسوية، لاحتياط الديون المشكوك فيها دائما بمبلغ 8000، فبده قيود التسوية الخاصة بالديون المعدومة في آخر السنة وبده ترحيلها لحساب الأستاذ. طبعا قيمة الديون المشكوك فيها المقدرة هي 37140 في القيد تبع التسوية بنعمل آخر السنة كالآتي: هنا مصروفات الديون المعدومة
إلى حساب طبعا احتياطي الديون المشكوك فيها. طبعا المبلغ المطلوب تكوينه هو الفرق، انه انا في عندي رصيد دائن، هذا الدائن بدي ارفعه ليصل 37,140، فكأني عايز ازوده بالفرق، الفرق اللي هو هذا ناقص هذا. فالايضاح تبعنا بيقول انه لانه الرصيد يزاد بالفرق حتى يكون اخر العام الرصيد يساوي طبعا 37,140. الترحيل طبعا تعال نشوف في الاول الاحتياطي بيقول لي كان الرصيد، هنا بنتكلم عن رصيد، بيقول لي الرصيد كان عندي انا اساسا 8,000، وجاني كمان الفرق، هنا بتكلم عن العملية اللي تمت آخر السنة بالمبلغ تبعها احتياطي، وهنا في عندي أنا أساسا حساب مصروفات حصل بموجب القيد هذا، في عندي مبلغ 29,140، ومطلوب مني أطلع الرصيد، هنا بتكلم عن رصيد آخر، وباجي بأجمع هدول كده. طبعا هنا رصيد آخر برضو، وبأجمع المبلغ تبعنا هذا. وبهيك بيكون احنا خلصنا فيما يتعلق بالقيد الأولاني. لأن بيقول هنا في 1 مارس كان مبلغ عندي 600 دولار رصيد على أحد الزبائن نشأ في عام 2007، اعتبر على أنه لا يمكن تحصيله، ما زال لا يمكن تحصيله، على طول طبعا بنخفضه من قيمة الاحتياطي، لأن احنا عملنا الاحتياطي عشان الموضوع، وبنخفضه من قيمة الدمم المدينة، طبعا اسم الزبون، وبنجيب المبلغ اللي تم إعدامه أو فقده. يقول لي أما في 1 مايو استلمت الشركة شيك مبلغ 600 من الزبون السابق الذي خصم من حسابه والذي يعتبر غير قابل للتحصيل، أي يعتبر دين معدوم في 1/3. الآن كل المطلوب منا نعكس القيد عشان نرجع الدمم المدينة عشان نقدر نحصلها منه، ونرجع الاحتياطي ونحط المبلغ تبعنا. الآن حصلنا منه المبلغ، يبقى نتكلم عن النقدية، والطرف الثاني بنسكر الدمة المدينة اللي على الزبون هذا بمبلغ طبعا 600 اللي حصلناهم فعلا. بعد كده مطلوب منا نعمل إثبات تسوية خاصة بديون معدومة في آخر 2008، بافتراض إنه رصيد احتياط الديون مشكوك فيها غير المعدل كان 1100، بس خدوا بالكم الرصيد هنا كان مدين، ومعنى مدين يعني الأصل أن يكون دائن، عشان كده بده يكون مخصص بمبلغ 32,700 اللي هي قيمة الديون المشكوك فيها، إلا إنه رصيده كان مدين، عشان كده إحنا كان لازم نكتب القيد تبعنا نفس القيد اللي فات، مصروفات ديون معدومة لا احتياطي ديون معدومة، بس الفرق كالآتي، إنه إحنا هنا مطلوب نعمل قيمة المخصص، نسكر المديونية بالأول ونضيف عليها قيمة مخصص أو قيمة الديون المشكوك في تحصيلها، يعني هذا هو المبلغ اللي كان، عشان كده بنقول يقفل الرصيد المدين ثم يضاف الديون المشكوك فيها. الآن تعال نرحل هذول العمليتين، هذه العملية وهذه العملية، عشان كده احنا بنقول هنا في 1 مارس هنا كان الاحتياطي مدين، يبقى 1 مارس هنا بمبلغ 600، وكان في عندي الاحتياطي هنا رجع دائن في 1 مايو
بمبلغ 600. الآن ضل عنا الرحل، في عنا هنا الدمام، طبعا مفيش عندي حساب أستاذ، إلا بالرصد هنا الرصيد 5 يعني مايو. طبعا بيساوي هذا زائد هذا ناقص هذا. طبعا هذا رصيد دائن، هذا هو عبارة عن رصيد شهر مايو. وبهيك بنكون خلصنا المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها. شكرا.